صباح الخير ومساء الخير على الناس كامل. في الفيديو هذا احنا نعطي لكم على الاسر والعائلات السياسيه الموجوده في الجزائر، وهنا راح نرجع لكم للسياسه منذ الثلاثينات العشرينات والثلاثينات من قبل العشرين حتى اليوم، وراح ندير تحليل سياسي حسب الافكار وحسب الفئات الاجتماعيه وحسب التيارات السياسيه واصل التيارات السياسيه منين جات. هذا عكس ما الموالف نشوفوه في الجزائر، والناس ديال التحليل السياسي مبني على برك صراع العصب ولا صراع الشخصيات ولا يتحلوا الشخصيات اللي في السلطة. هذا ما يهمنيش، هذا النقاش هذاك ما يهمنيش، هذا يهموني التيارات ويهموني الفئات الاجتماعية، يهموني الصراعات الحقيقية الموجودة في المجتمع والصراع الموجود داخل الطبقة السياسية اللي مبني على صراع مصالح وصراع افكار ايديولوجيات. لانه كاين اللي يقول لي باللي ما كانش ايديولوجيات كاين برك مصالح، نقول له لا، نقول الايديولوجيه تعبر على مصالح معينه لفئه اجتماعيه معينه. الايديولوجيه ما تجيش من العدم، الايديولوجيه هي نتيجه فئه من المجتمع تنتج فكر حسب الظروف الاجتماعيه نتاعها، والفكر تاعها يتجسد ويعبر على مصالح معينه لفئه معينه من المجتمع. ولهذا انا نحب ندير تحليل الافكار وتحليل التيارات السياسيه وتحليل كما يقول لك لا جينيالوجي وسلاله الاحزاب ولا التيارات السياسيه الموجوده. باش نبدا لازم نرجع للثلاثينات من القرن العشرين. من ثلاثينات القرن العشرين واش نلقاو في السياسه الجزائريه؟ مازلنا تحت الاحتلال الفرنسي، كان التيار الاشتراكي وكان التيار الليبرالي وكان التيار الاسلامي او الاسلاموي. التيار الاشتراكي هو تيار جاي من التيارات الاشتراكية الفرنسية، يعني كما يقول لك تخالط معاهم، دار الأفكار نتاعهم، أفكار جون جاك روسو، أفكار كارل ماركس، أفكار هيجل وغيرهم. والتيار الاشتراكي هذا كان يطالب بعدالة اجتماعية وكان يطالب تاني بالاستقلال، لأن يعني الوقت ذاك التيارات الاشتراكية في العالم الثالث كان طالب بالاستقلال، وأول تيار طالب بالاستقلال هو التيار الاشتراكي اللي هو خرج منه لوينا النجم الشمال الافريقي. النجم الشمال الافريقي البرنامج تاعو بصريح العباره اشتراكي، طالب كما يقول لك باجتماعيه وسائل الانتاج ويطالب ثوره زراعيه الى اخره. وبينما التيار الليبرالي الوقت ذاك، التيار الليبرالي هو التيار الاندماجي بوكو بلوس، كما التيار تاع لي جون زالجيريان ولا التيار تاع فرحات عباس قبل ما يدير الميليو دو مال باش يطالب باستقلال الجزائر. وقت ذاك كان تيار ليبرالي اندماجي، يعني هو تقول حداثي في القضايا المجتمعيه، لكن في نفس الوقت ما يطالبش بالاستقلال، يطالب برك في مساواه الحقوق بين الجزائريين والفرنسيين. هذا التيار الاندماجي اسيميلاسيونيست، التيار الليبرالي تاع الوقت ذاك اللي هو كان مع فكره ان الجزائر تكون تابعه لفرنسا، لكن يكون عندها كما يقول لك ان ستاتيو سبيسيال ليها، ان ستاتيو سبيسيال ليها، ويطالب بزياده الحقوق للجزائريين. وكاين التيار الاسلاموي اللي هو متمثل داخل العلماء المسلمين، لكن نوضح ماشي كامل جمعية العلماء المسلمين كانوا اسلامويين، كان تيار داخلهم كما بشير الابراهيمي كما الورتيلاني وغيرهم. كان لانه جمعية العلماء المسلمين ماهوش حزب سياسي، هو اكثر جمعية ثقافية من انه حزب سياسي، والسياسيين كل فرد عنده توجه نتاعو. عندهم ثلاثة تيارات اللي كاينين، العلماء المسلمين او الاسلاميين الليبراليين والاشتراكيين. وداخل التيار الاشتراكي واش ولدنا؟ ولدنا لوينا والبي بي ا. البي بي ا اللي هو بعد من لوينا على باز، بعد ما حلوا لوينا خرج البي بي ا وام تي ال دي. ومن جهه اخرى خرجنا ثاني الحزب الشيوعي الجزائري، الحزب الشيوعي الجزائري اللي هو خارج من الاول من الحزب الشيوعي الفرنسي. الحزب الشيوعي الجزائري هو خارج من التيار الاشتراكي، وكاين معاه الفرق بينه وبين البي بي ا واللي خرج منه لا فلان من بعد، هو انه هذوك وطنيه يساريه ناسيوناليزم دو غوش، بينما الحزب الشيوعي حزب اممي راه مع تجاوز اطار الدوله الوطنيه، بينما لا فلان ولا ام تي ال دي كانوا مع دوله وطنيه لكن اجتماعيه او اشتراكيه، بينما هذا لا، الحزب الشيوعي لا، هو مع الامميه الاشتراكيه، يعني يتبع الاتحاد السوفيتي وغيرها. ومن داخل الحزب الشيوعي او التيار الشيوعي كان تيار تروتسكي اللي هو يمثل في بعض الحركات السياسيه الموجودين اليوم كما لويزا حنون، حزب العمال او حزب اشتراكي للعمال، اللي هو تيار تروتسكي اللي هو تيار منشق من التيار الشيوعي. مش حندخل في الديتاي من جهه تروتسكيه وستالينيه،
لكن على العموم هذا واش كاين. ومن جهه اخرى الافلان او الطيار الوطني على العموم، لانه قبل ما يجي الافلان خرج منه الطيار البربري لو بيربيريزم، وكاين خلط كبير الناس كيهضروا على البربيريزم، لانهم ناس يقولوا بلي البربيريزم ناس تاع فرنسا خرجوا من عند فرنسا، وهذا كلام غير مؤسس له. البربيريزم خارج من الحركة الوطنية، لأنه البربيريزم على باز هما الناس كانوا داخل البي بي أو الام تي ال دي، وكانوا ناس مع الأول ديجا كلمة بربيريست كانت تهمة، بربيريست ما كانتش ناس يقولوا روحهم احنا دي بربيريست، لا مع الأول كانت تهمة، يعني الناس اللي كانوا مع الجزائر جزائرية الجيري الجيريان هما اللي سماهم بربيريست الوقت ذاك. من بعد بيان سور البربيريزم خرج لنا أفكار واحدة أخرى، لكن في الأصل في الربعينات في نهاية الربعينات وقت لا كريس بربيريست، كان بربيريست هو بكل بساطة إنسان اللي يقولك بلي الجزائر ما بداتش عند 14 قرن، الجزائر كانت موجودة من قبل، ولهذا الجزائر ماهيش برك عربية إسلامية، الجزائر جزائرية بكل مكوناتها. ولهذا كي نحط لكم اللوجو هذا تاع الطيار البربيريست هذا نعمم، لكن كي نحب بالدقة الطيار هذا كان في الأصل من التيار الوطني. ومن جهة أخرى عندنا التيار الإسلامي خرج لنا التيار العروبي الاسلامي كما يقولوا ارابو اسلاميست، يعني التيار العروبي الاسلامي بمعنى هم مع الاسلمه تاع المجتمع، لكن مع تاني الهويه العربيه بالمعنى العرقي وبالمعنى اللغوي، وهما يقصيو كل ما هو غير عربي اسلامي، لانه التيار القومي العربي والتيار الاسلامي في الشرق الاوسط كانوا ديما في حرب، لكن في الجزائر لا، في الجزائر التيار القومي العربي والتيار الاسلامي تلمون تخالطوا كخرجنا تيار عروبي اسلامي. والتيار العروبي الاسلامي مربوط بالفلان، لانه كان تيار في الافلان تيار رجعي من عنده، وكان تيار من عند الاسلاميين قريب لهم، ولهذا ما يسمى بالباديسيه النوفمبريه هو داخل في منطق التيار العروبي الاسلامي. هذا من ناحيه. والتيار الليبرالي، التيار الليبرالي واش خرج لنا؟ خرج لنا التيار التحرري العموم ليبرال ليبرتير، اللي هو تيار علماني من جهة القضايا المجتمعية ورأسمالي من جهة القضايا الاقتصادية ليبرال ليبرتير، وليبربيريست تخلطوا بين دو كورون، تخلطوا في بعضهم وزيد خرجوا لنا دو كورون. كاين جزء المعتدل من البربيريزم ولا ليبرال، والجزء المتطرف من البربيريزم ولا يا اما امازيغيست كما يقولوا اللي هو تيار كما يقول لك عرقي ماهوش برشا مجال ثقافي، ولا تيار الماك، لانه يعني الماك خرج لنا من الار سي دي، يعني التيار تاع الار سي دي وتاع الاف اف اس اللي كان بربريست متعصب هذوك ولاو مع الماك اغلبهم، والتيار الاخر المعتدل ولا ليبرال ولا سوسيال ليبرال. ومن داخل لفلان تاني كاين تيار تقول الاجتماعيه الاسلاميه، بون هذا تيار سبيسيال على كل حال، سوسياليزم اسلامي كله. وحطيت تاني التيار لا روز هذيك روج، كاين اللي يقول هذا التيار تاع البارتي سوسياليست فرونسي، هو لا، هو التيار تاع الديمقراطيه الاجتماعيه اون جينيرال سوسيال ديموكراسي، هذا التيار موجود ونحسبوه على التيار الاشتراكي تاريخيا جاي من عنده. ونزيدوا على هذا تاني التيار الاسلامي واش خرج لنا؟ خرج لنا التيار الاخواني، التيار الاخواني اللي هو من التيار الاسلامي، يعني الاسلاميين جايين من الاخوان في الاصل، لكن خرجوا لنا ثاني تيار السلفيه والسلفيه النضاليه، ماشي برك السلفيه قال السلفيه هذوك اللي يديروا الدعوه، لا السلفيه النضاليه يعني الناس اللي طالبوا بالرجوع للدوله الاسلاميه، ماشي برك زعما قال مره نديروا دوله مسلمه في البرلمان ويبقى كاين جمهوريه وبرلمان ودستور، هذو لا، هذو ما يعترفوا لا بالدستور لا بالبرلمان، هذو بوكو بلوس تيار تاع الفيس، ولا التيار كما موجود اليوم تاني تاع السلفيه النضاليه تاع الناس اللي حابين يرجعوا الخلافه بكل بساطه. دي هي يعني داخل التيار الاسلامي كاين تيار برلماني وتيار راديكالي اللي هو حاب ما يعترفش لا بالديمقراطيه ولا بالدستور ولا بحتى شيء، هذا داخل التيار الاسلامي. ولهذا اذا حبينا نديروا تحليل، اذا حبينا نديروا تحليل تاع الحركات السياسيه دو هما لازم نحطوا لي تروا غراند فامي الاولين سوسياليزم اسلاميزم ليبراليزم، ومن بعد نبداو نهبطوا كي نحكموا التيارات الموجوده اليوم. واش عندنا اليوم؟ عندنا الافلان ومشتقاته، كي نقول الافلان، الافلان كفكر ماشي الافلان كحزب، الافلان كفكر يعني تيار يدعي الوطنيه ويدعي الشرعيه الثوريه، وتيار محافظ، محافظ من الجانب السياسي ومن الجانب الاجتماعي، وكاين تيار البربيريزم والبربيريزم المتعصب بوكو بلوس كو البربيريزم
المعتدل والماركيزم، وكاين الإسلاموية، وكاين العروبي الإسلامي، وكاين الديمقراطية الاجتماعية يعني، والتيار اليساري الثوري ما يمثلش حاجة كبيرة لكن مازال موجود يعني. هادو هما التيارات اللي كاينين اليوم، التيارات اللي كاينين اليوم هادو هما. سينو التيارات اختفوا، شكون هما؟ هذاك التيار الشيوعي القديم اختفى مع سقوط الباكس او حل الباكس، ما بقاش. عندنا التيار البربريسم القديم هذاك تاع الخمسينات الستينات السبعينات، هذاك ما بقاش، اختفى، ما بقاش اكزيستي، لانه كما قلت لكم التيار الليبرالي تاع البربريزم ولا ليبرالي، والتيار المتعصب ولا يا اما امازيغيست، بالمعنى كي بمعنى قصدت قبيله، اللي هو تقدر تقول تيار قومي امازيغي، ولا قومي امازيغي اللي يقول لك نرجعوا تمازغه ونحيوا العربيه اتسيتيرا، ولا تيار تاع الماك اللي يقول لك ننفصلوا على الجزائر وخلاص. وداخل التيار الاسلامي كاين التيار العروبي الاسلامي مازال موجود، وكاين تيار ثاني السلفي، او التيار كما يقول لك الاسلامي المتطرف. ومن جهه اخرى من جانب اليسار كاين ديمقراطي اجتماعي، وكاين تيار اشتراكي او شيوعي، هادو مازالوا كاينين شويه، هادو هما التيار اللي مازالوا موجودين. هذا هو، جيسبر تكون عجبتكم الفيديو، لان حبيت ندير فيديو على التيارات السياسيه، منين جات التيارات السياسيه الموجوده، مش هي الاصول تاع الافكار تاعها، وعلى الفئات الاجتماعيه اللي تمثلهم. ادى تاني لازم لها فيديو واحد اخرى، لان الفئات الاجتماعيه شكون هما؟ باش نبسط، عندك التيار الاسلامي، التيار الاسلامي الاخواني هذا يعني اللي يدخل في البرلمان وكذا، هما بوكو بلوس برجوازيه محافظه، ما همش زعما قال الناس الطبقات الشعبيه بزاف. وعندك التيار، بينما التيار هذاك الاسلامي الجهادي هما بوكو بلوس من الطبقات الشعبيه، الطبقات الشعبيه اللي تعاني من الازمه اتسيتيرا، اللي هما حتى هما تحت الكادحين يعني سو بروليتير، اللي هما يباسكيليو في العنف باسم الدين. وحتى لي سو بروليتير تاع لاكابيلي تاني هما اللي يوليو مع الماك، لان الناس اللي مستفادين من السيستام داخل لاكابيلي ما يوليوش ماركيست، هما يا اما يوليو دي ليبيرو كيما الارسيدي، ولا يوليو من النظام بكل بساطه، يوليو اون جينيرال هكذا. وتاني التيار كما يقول لك الديمقراطي، ما يسميها بالديمقراطي، اللي هو تيار ليبرالي او ليبرالي اجتماعي كما يقول لك سوسيال ديموكرات، هذاك تيار بوكو بلوس برجوازيه صغرى يعني طبقات وسطى، ماهوش تاع طبقات عليا بزاف يعني، طبقات وسطى او طبقات متوسطه عليا، وبوكو بلوس تلقاهم في المدن، هما ناس عايشين في المدن ومتاثرين بالعولمه ومتاثرين بالغرب يعني، دي زوكسيدونتاليزي من ناحيه المود دو في تاعهم كما يقول لك، ناس تغريبيين من ناحيه نمط العيش تاعهم، من ناحيه الفكر تاعهم، ناس حداثيين. هذا التيار اللي كاين. وكاين تاني التيار الشيوعي والاشتراكي، ما تلقاش في الطبقات المتوسطه العليا، تلقاه في الطبقات المتوسطه السفلى، تلقاه في الطبقات المتوسطه السفلى، وتلقاه عند بعض الطلبه ولا بعض العمال شويه تاني، وتلقاهم عند سيتادان بوكو بلوس اللي داو الافكار هذه الاشتراكيه. هذا هذوم اللي كاينين، هذوم اللي كاينين. وحتى التيار الليبرالي كيف كيف، بينما التيار الليبرالي تلقاهم تاني في الطبقات المتوسطه العليا كما قلت لك، الفرق سيكو هذاك التيار الاشتراكي تلقاه في الطبقات المتوسطه السفلى، بينما التيار الليبرالي تلقاه في الطبقات المتوسطه العليا، والطبقات المتوسطه العليا التغريبيه كما يقول لك العلمانيه، وفي لي سيتادان. وهذوك الاسلاميين هذوك كما قلت لكم الاخوان هما بوكو بلوس برجوازيه محافظه، بينما التيار العروبي او التيار الاسلامي والتيار الباديسي نوفمبري هذا التيار تلقاه كما يقول لك في الدواور، ما تلقاهش بزاف في المدن، تلقاه في الجزائر العميقه يعني، تلقاه في كما يقول لك في الريف، هذا التيار تلقاه في الريف، لان يعني الريف معروف باللي على العموم رجعي، الريف في نفس الوقت رجعي، وفي نفس الوقت تاني ماهوش مايل مع يعني الريف الجزائري، ما لحقتلوش بزاف السلفيه والافكار تاع الاخوان والسلفيه، لحقتلو اكثر والافكار الافلانيه، ومتاثر كثر بالتدين القديم هذاك تاع الصوفيه واتسيتيرا. دونك هادو هما التيارات اللي كاينين حسب الفئات الاجتماعيه. جيسبر تكون الفيديو تكون واضحه من الجانب هذا، نتمنى تكون عجبتكم الفيديو، ان شاء الله نزيدو نديرو فيديو واحد اخرى، نزيدو نديفلوبيو الاشكاليه هذه بعمق اكثر. هيا، السلام عليكم.